وسط عالم يموج بالتوترات والتغيرات في ظل أحداث إقليمية ودولية، استشعر المصريون القلق حيال أمنهم القومي، فسرعان ما ظهر الوعي لديهم، وهو ما تمثل أمس في أول أيام الاستحقاق للانتخابات الرئاسية 2024، ومن مبدأ استشعار المسؤولية الكبيرة لحماية مصر واختيار المستقبل الأكثر أمناً، ظهر المصريون بفئاتهم المختلفة من شيوخ وشباب ونساء وذوي الهمم لكتابة مستقبل مصر واختيار الرئيس القادم لمصر، وذلك لمدة 6 سنوات قادمة عبر 6376 مركز انتخابي بإجمالي 11631 لجنة اقتراع لنحو 65 مليون ناخب مصري على مدار 3 أيام. فالانتخابات المصرية هي الوحيدة في العالم التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حيث يتولى المسؤولية 15,000 قاض مصري، فضلاً عن متابعة 14 منظمة دولية لعملية الاقتراع، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية. وهذه تغطية حية من التلفزيون المصري لثاني أيام الاستحقاق الانتخابي للرئاسة المصرية 2024 لنبدأ.